والله يا ابو نجيب شفنا احسن شي ديبه هيداي وشغيله وبتجيب مصاري وما بتتكلف علي يا ابنو. عيني عليك يا ابو نجيب. مينو هاد؟ انا ست راسي انا. مين انت؟ لك شو مين انا؟ ابو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي احكي معك انت شبكي؟ يو لك انا حرمه وحدانيه شلون بدي افتح لك؟ هن كلمتين بدي الحقيقة اياهم شبكي شو حناكلك؟ احكي من ورا الباب. كي سالك ست راسي؟ تاخديني؟ لوين؟ لك شو لوين؟ اسمعوا لا السمعة ست راسي يعني بتتجوزيني؟ لك جواز قرص ان شاء الله. حرمتك لسه ما نشفت رباطة داير بدك تتجوز يا بالشوم عليك؟ لك والله اذا بتاخديني طاعت القدر تنفتح لك. لك ايش بدك عندي؟ عندي برغول وعندي زبيب وعندي قاورما وعندي عنب. الله وكيلك شو ما بدك عندي. شايفني مو شايفة أكل بحياتي؟ قال برغل وقاورما وزبيب. اسمعوا لا ليك إذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحارة. صحيح إنك واحد سفيه؟ ولي عليك شو حكينا؟ بلاها سفي بلاها. يا الله يا ابو محمد ليه ما ركبت وراي على الفرس وركبت ورا ابو شومان؟ لانه فرس ابو شومان ما ناقصيلي على المزبوط مكتشي. وشلون عرفت انه فرس ابو شومان مكتشي؟ لا يا مختار ما الفرس بتنعرف من وقفتها وانت سيد العارفين. والله مو قليله يا ابو محمد عم تحكي مزبوط لانه ستة لفرس ابو شومان قديشه. يا لطيف ومنشان هيك انا ما رضيت اركب غير ورا ابو شومان لانه الفرس المقدشه بتلقى حمل منيح بس على السبق ما بتضاين كتير. ابو محمد على زمتي انك خيال ابن خيال بقى من انو ديره انت وين اهلك؟ شي يوم بحكي لك يا مختار بس ليقون الاوان. على راحتك. أهلي أبو ياسين. أهلي بالمختار. سيد نصري الله يخلينا. سيد نصري شلونك سيد راسي؟ إن شاء الله بخير. أهلين عمي أبو نجيب الحمد لله بخير. الحمد حبيب لله. قلبي طمنا كيف الست الوالدة إن شاء الله منيحة؟ الحمد لله. أبو نجيب انت ليش عم تسأل عن مينتي؟ ومن وين وين بتعرف انا الست الوالده اللي حتسأل عنها؟ الله وكيلك لا بحياتي شفتها ولا بعرفها بس عم ناخذ نعطي عم ناخذ نعطي. سيد نصري شو معك؟ يعني بمعيتك هيك بركي بتسأل اذا بتجوزني؟ لك الزام حدودك ولك لك طول بالك شو معك؟ الله وكيلك ما حكينا شيء شو معك شو كفرنا؟ والله واللي اسمع الله اذا بتجيب سيره مينتي مره ثانيه على لسانك يا ابن نجيب لحتى انكو تكرارك من الشبر. وني لك نصري شو هاد؟ لك معيب عليك لك نصري زلمه قد ابوك اه؟ وعيب عليك الله وكيلكم ما سويت له شيء. لك ما لقيت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك نصري؟ ايه بدي تعوى على ابو نجيب، لك عم بجيب سيرة عرضي على لسانه بدك اياه يضل ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مزبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال بالحلال سألت سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له اسأل لي امك تتجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة. ضب خنجرك لقلك ضبه روح على شغلك، نحن رح نعمل له اللازم. يلا روح روح الله يرضى عليك روح. بسيطة يا ابن نجيب بنشوف خلصنا. ماشي يا ابن نجيب ماشي خلصنا. ماشي سيد راسي شو حتى منك بعدين شو انت التاني حتعمل لي اللازم؟ شو كفرنا؟ خلصنا.